لبنان أكثر من الجغرافيا تاعيته، والخمسة مليون بلبنان. لبنان دياسبورا موزعة بالعالم، طاقات وقيادات نجحوا وخاصة بقطاع التكنولوجي وبالتمويل بالاستثمار بالعالم، وهذا برأيي أنا هو مستقبل اقتصاد لبنان. بس نحن نعرف نستثمر هالعلاقات مع الدياسبورا تبعنا ونبني ثقة معهم ونبني برامج عملية. نحن ما ضروري بس نشتغل مع اللبنانيين بقلب لبنان، فينا نشتغل مع اللبنانيين بكل العالم، وهذا شيء منه مميز بس للبنان. إيرلندا عندها نفس الموديل، باكستان عندها نفس الموديل. الدول يلي مواطنينها بيروحوا بيعيشوا بكل دول العالم بتبني شبكات تواصل معها، وديجيتال ايكونوميز اليوم هي مترابطة بغض النظر عن الجغرافيا. ما في برودكت بنعرفه نحن اليوم بيبنى بس مطرح واحد. نديم زعزع، أهلا وسهلا فيك بأنرجي إسبرسو. أنرجي إسبرسو هو أول بودكاست من إنتاج اليو أن دي بي اللي بتناول موضوع الطاقة المستدامة، واليوم بيشرفنا تكون معنا حضرتك شريك مؤسس بنوكليوس فنتشرز. طبعا رح تخبرنا شو يعني، تنحكي اليوم عن موضوع الابتكار بمجال الطاقة وريادة الأعمال بلبنان. فأهلا وسهلا فيك. مثل ما قلت حضرتك شريك مؤسس بنيوكليوس فنتشرز. نديم، شو وصلك على الابتكار وريادة الأعمال، وشو هي نيوكليوس فنتشرز؟ هاي لوري، ثانك يو على الاستضافة. أنا بالأساس كنت أكاديمي وبشتغل بوليسي أدفايزر، كنت أعلم بالأيو بي وكنت أشتغل بالسفارة البريطانية كبوليسي أدفايزر. قررت أنقل أفتح شركة مع أصحابي بالتواصل الرقمي، ديجيتال كوميونيكيشن ايجنسي، لأنه كنت كتير عندي اهتمام بالصورة والتكنولوجيا، يعني الصورة meaning image. فبال 2014 المصرف المركزي طلب من السفارة البريطانية أنه يأسسوا UK Lebanon Tech Hub، فطلبوا مني السفارة أني أنا أقود هذا المشروع. ومن 2014 لل 2019 كنا ممولين للمصرف المركزي من خلال التعميم 331 والحكومة البريطانية. بهالمهلة بهالفترة هيدي دعمنا حوالي 100 شركة 100 بلس، خلقوا 2000 وظيفة، وthey raised funding فوق 160 مليون دولار بلبنان. وهذا الامباكت نحن منعتز فيه. بس بلش يتباطأ الاقتصاد بعد الثورة واللي صار بلبنان، صارت الشركة وقفت تمويل الحكومة، وصارت الشركة privately funded من مستثمرين بيدعموا عملنا، وصرنا نشتغل أو نعمل هالبرامج اللي بنعملها لمصلحة جامعات، حكومات ومنظمات دولية. So, تحديداً نوكليوس فنتشرز هو هيدا آخر ابتكار يعني لإلك وطبعاً لشركاء لإلك. شو تحديداً عم تشتغلوا اليوم، أو شو بيعمل هو نوكليوس فنتشرز وشو بيعني؟ أكيد بيعني شيء، فإذا فينا نعرف ليش الاسم. النيوكليوس هو النواة. النواة هي خلية بتتعلم، بتكبر، بتتكاثر، بتتطور وبتتأقلم. سو سميناها نيوكليوس فنتشرز لنوعا ما نفرجي إنه ريادة الأعمال هي أساسها هذا الشيء. ونحن هدف برامجنا إنه نخلق هالنواة لنساعد رواد الأعمال يبنوا شركات ناجحة. عنا برنامجين مثل ما قلت لك. البرنامج الأول هو بيدعم شركات الناشئة، اسمه The Nucleus. وهيدا بيساعد أي حدا عنده فكرة أنه يقلبها لحقيقة، يعملها حقيقة. وعنا برنامج تاني اسمه Workforce، يلي هو الهدف منه بناء الطاقات المطلوبة لنبني قطاع تكنولوجي بأي بلد اللي كان. ومنا نحن ملزمين بجغرافيا معينة، لأنه اليوم خاصة بالتكنولوجيا القطاع الرقمي بطل بقى محدود بالجغرافيا. رح نرجع على هيدا الموضوع نحكي فيه بتفاصيل أكتر، ولكن بما أنه عم نحكي على التغيرات العالمية اللي صارت، وطبعا أنه في تغيرات بلبنان كتير كبيرة كمان صارت، فإذا فيك تعطينا هيك شوية
انه بالوضع الحالي يعني نحن عم نعيشه بالانهيار الاقتصادي والانهيار المالي، شو يعني شو التأثير هيدا على موضوع الانوفيشن وانتربرينورشيب اللي عم نسميهم بالعربي الريادة بالأعمال والابتكار؟ من 2013 تقريبا لل 2018 كان هيدا القطاع بنسميه نحن قطاع المعرفة عم يكبر، صار في صناديق استثمارية، صار في مسرعات أعمال مثل UK Lebanon Tech Hub، صار في تقريبا حوالي 400 شركة ناشئة بهالفترة القصيرة. حجم القطاع كالطاقات عالي كتير بسرعة، صار في حوالي 12,000 موظف. هلأ من بعد الثورة انهار هذا القطاع، واللي عم بيصير من وقتها هو مع انكفاء الصناديق هجرت الأدمغة والطاقات من البلد، عم ترجع الجامعات هي إذا بدي كتورة هذا الدور يلي كان عم تلعبه عم يلعبه المصرف المركزي قبل. اليوم في مسرعات أعمال وفي innovation centers بكل الجامعات بلبنان، عم نتعاون سوا نحنا كرمال نقدر نحافظ على ما تبقى من الطاقات اللي عنا إياها، ونحمي الشركات اللي باقية نقدر نأمن لها إذا بدك يعني خط سريع لتوصل للأسواق اللي لازم توصلها لتبيع لتحافظ على على مصادر الدخل تاعيتها. طب يعني بفهم انه كان في مرحله اولى بعالم الابتكار والانتربرينورشيب والانوفيشن اللي هي كانت مصرف لبنان كان عم بيدعم هذا القطاع، وصار في كتير ناس يستفيدوا وتطور هذا القطاع عنا اللي عم بتسميه knowledge economy. ما ضاينوا مع الانهيار؟ ما في شيء ضاين او كلهم شو يعني شو صار؟ يعني بعرف انه نحن عنا مشاكل مالية وعم بيأثر كتير، بس فقط كانت مشاكل مالية او كان فيها غير امور كمان خلت انه ما يضاينوا ومع الازمة ينهاروا؟ عامل عدم الاستقرار اكيد، بعدين بهذا القطاع بالعالم كله في تنافس كتير كبير على الطاقات على التالنت. انت اليوم عم تتنافسي مع كل العالم على كل التالنت تبعك بالتكنولوجي بالماركتينج بالادفرتايزينج حتى بالبزنس بالاداره، كتير في طلب على الناس اللي عندهم هيك خبرات، ونحن بنينا خبرات بهالفتره اللي كنا عم نحكي عنها. هالخبرات هيدي بتخلي هالناس اللي شاركت بتطوير القطاع تصير كتير ديزايربل مطلوبة برا، فمشان هيك خسرناها أول شيء. كان في كتير طلب عليهم برا واليوم بتشوفي كل الشركات الناشئة اللي كانت بلبنان صارت إما بدبي أو بالسعودية، في منهم راحوا على بريطانيا، في منهم راحوا على فرنسا، في منهم عم يروحوا على أمريكا. في أمل يرجعوا؟ بعتقد أنا أنه الأهم من أنه إذا بيرجعوا ولا لا هو أنه اليوم بعد اللي صار بدنا نرجع نتصور اقتصاد جديد. ما فينا بس نعتمد على أنه نرجع الشركات. اليوم إذا بدك بنقدر نرجع نحكي بعدين على قصة الريموت ووركينج، أنه اليوم منك أنت بحاجة أنه بس بجغرافيتك أنت تبني اقتصاد، فيك تكوني مرتبطة باقتصادات تانية من خلال what you call digital value chains. يقال أنه اليوم عنا مشكلة كتير كبيرة بالطاقة كلنا بنعرفها، مش هيدا يقال، هيدا معروفة، ولكن يقال انه ممكن القطاع الانوفيشن والانتربرينورشيب يعني الانتربرينورز والانوفيترز يقدروا هم يساهموا بدور اساسي بقطاع الطاقة. انت شو رأيك بهذا الموضوع وشو ورح نحكي عن المشروع اللي انت عم بتديره اليوم مع شراكة UNDP والLAU، ولكن رأيك هل صحيح انه هذا ممكن يصير اليوم في دور للإنوفيترز والأنتربرينورز تيلاقوا حلول للطاقة بلبنان؟ أكيد أكيد بدون أي شك. في يعني هاي مثل بتذكرين فيه انه never let a good crisis go to waste. أوكي بنحافظ على الواقعية بالبلد ووضع البلد وشو فينا نحقق بالبلد من وراء العقبات السياسية وكل هالظروف معروفة هاي، بس بعتقد أنه أقل شيء فيهم يعملوا رواد الأعمال هن يفرجوا القدرة عند اللبنانيين أنه هن يعيدوا ابتكار هذا القطاع. وصراحة أنا ما بعتقد أنه إعادة إصلاح قطاع الطاقة بلبنان أنه روكت ساينس، هو شيء من أول ناس يعني أنه عم نخترع الكهرباء، صح؟ وبعتقد من هلأ فينا نشوف أنه عنا القدرة أنه نحقق حتى energy efficiency و sustainability لأنها self-sufficiency من هلأ فينا نعملها.
بس لو هالرواد الأعمال بنبنيلهم البيئة الحاضنة ويقدروا يشتغلوا هني. فأكيد أنا برأيي قادرين نحنا نرجع نعيد بناء هذا القطاع. ومش بس هيك، أقل شيء نقدر نحققه إنه نحنا عم ندرب ناس يصيروا رواد أعمال، وعم ندربهم يديروا شركات ناشئة. نجحوا أو فشلوا لح يكتسبوا خبرة، هاي الخبرة هي اللي حتكون نواة نرجع نصلح هذا القطاع، حتى لو مش من خلال شركات ناشئة أو من أي أسلوب آخر. قادرين نحنا نرجع نزبط هذا القطاع من خلال بناء الطاقات اللي بنعوزها. نديم، حبيت حماسك يعني وقت قلت أنه أكيد أنه الانوفيترز والانتربرنرز لهم دور بالطاقة، بمجال الطاقة، وأنه يخلقوا شيء اليوم بمجال الطاقة. وأعتقد يعني هذا الحماس اللي تبلور بهالشراكة بال 2021 بينكم وبين الـ UNDP والـ EU والأكسليريتر دولية أوفيشن، تا تخلقوا وأطلقتوا شيء اسمه The Energy Innovation Hub. إذا فيك تخبرنا عن هذا الموضوع، شو هو، وين صرتوا اليوم، وشو أهدافه، وشو توقعاتكم، وطبعاً بدنا نحكي تحديات، لأنه بلبنان دائماً نحن ننطلق من التحديات تنبتكر ونخترع. فتفضل خبرنا عن هذا المشروع الجديد اللي أنت عم تشتغل فيه. الانرجي انوفيشن هاب هو اكسلريتر بروجرام بيركز على الابتكار بمجال الطاقة، والهدف منه دعم أي شركة، أي رائد أعمال أو شركة ناشئة من عنده فكرة أو عنده برودكت وبده ياخدها على الماركت، بده يبني شركة حواليها. لهلأ صرنا بلشنا من 6 شهور بالشراكة مع UNDP. نحن UNDP نقينا لليوم 23 شركة، منهم عندهم بس أفكار وبدهم يبنوا برودكتس، ومنهم عندهم برودكتس بدهم ياخدوهم to the market، يعني بدهم يبيعوا. انواع شركات يلي عم او البرودكتس اللي هلا عم نشتغل معها، مثلا في حدا عنده الكتريك بايسيكلز، في حدا مثلا عنده اناليتكس ليساعد الالكتريك بايسيكل فليتس يحسنوا من اداء البطاريات، عندنا مثلا بلاستيك تو فيول تكنولوجي، عندنا ويست تو انرجي، ويست تو فيرتيلايزر، في عندنا مثلا عم نستعمل اوجمنتد رياليتي لنقدر سيرفيس بروفايدرز تبع السولار بانلز يقدروا يبنوا برودكتس او تو ديزاين برودكتس للبيوت ريموتلي بدون ما يضطر يجي على اللوكيشن فور اكزامبل. او في مثلا روبوت بينظف السولار بانلز، اللي هو شيء عالميا لليوم بعدهم معظم الشركات بينظفوا مانيوال. وحتى في درونز كمان شغلتهم يشوفوا او يعملوا انسبكشن للسولار بانل انستاليشنز. ففي كتير أفكار وبرودكتس عم بالبروغرام تبعنا اليوم. أخدوا تقريبا هلأ هياخدوا أكتر من 150 ألف دولار in funding تيبنوا البرودكتس وتتستم كل شركة بالماركت. لا كلهم إجمالي. وصاروا أخدين أكتر من 500 ساعة منتورينج نشتغل نحن معهم، منساعدهم أنه يطوروا البرودكت، ياخدوا validation من الزبون، من الكلاينت، من الماركت، انه هن عم يبنوا product لح يشتريها زبون ولا لا، ويبنوا الاستراتيجية كيف بدون ياخدوا على الماركت، كيف بدون يعملوا منه مصاري كرمال يكبروا الشركة. وكمان عملنا شراكة مع الايو كرمالي الايو تقدم اذا بدك knowledge support، يعني كل شيء science lab testing مختبراتهم. وعملنا شراكة مع اوفيشن تيساعد هاي الشركات انه يختبروا او ياخذوا فاليديشن كمان من الاسواق الاوروبيه. اوفيشن هي اكسلريتور بيست ببلجيكا، وحيساعدوا شركاتنا انه يتواصلوا مع زباين محتملين ببلجيكا، لانه وليه ضروري قصه بلجيكا والخارج، لانه انتم الهدف نبلش بالماركت اللبناني، ولكن يمكن لانه السوق صغير انه اي برودكت بده يطلع تيقدر يبيع لبرا، وهيك كمان منكون يعني ساهمنا بالاقتصاد، انه بتوسيع اقتصادنا ونقدر كمان انه نصدر لبرا. هاي هي الفكره. صحيح، لبنان انطلاقه لهي الشركات، والأزمة الطاقة بلبنان هي فرصة لهذه الشركات أنه يجربوا هالبرودكتس ويبنوا ويحلوا مشاكلنا نحن، بس بنفس الوقت يكونوا عم قادرين يكبروا عالمياً تا يخلقوا وظائف بلبنان لما يكبروا. يعني هيدا إذا بدك عم نسيب عصفورين بحجر واحد.
نديم، يعني كثير الحلو التفسير اللي عطيتنا إياه على قصة هالإنرجي إنوفيشن هاب، وجاي بوقت يعني أنت مثل ما عم تقول في أزمة بالبلد، وأنه نحفز العالم أنه تشتغل تتلاقي حلول. أعتقد يعني هيدا بتعطيهم مثل أونرشيب على أنه هن عم بيلاقوا حلول لمشاكل بلدهم. فأنت شغل على غير مشاريع تانية، شو الفرق بين هيدا المشروع ومشاريع تانية؟ هيدا سيكتور سبيسيفيك هالبرنامج، وهالشي كتير مهم لأنه بخلينا نركز أكتر على رواد الأعمال، على الانتربرنورز، بخلينا كمان بعلم فرص النجاح، لأنه قادرين يعني بنعرف أي شركات بدنا نروح نحكي معها تنقلها إنه في عنا هالبرودكتس حابين تجوا تشوفوها وتقولولنا إذا أنتوا بتشتروها. يعني التركيز بيساعد أكتر إنه يكون فرص نجاح على الشركات أعلى. بعدين الأهم من كل هيدا قدي إنه هو تايملي هيدا الشيء، قدي هلأ يعني وقت المناسب لقلنا بلبنان. أي حل يجي من حدا من أنتربرنور عم يشتغل بلبنان وقت اللي العالم كله بيعرف شو عنا أزمة طاقة، حيزيد من الكريديبيليتي تبع الشركات. فبعتقد هالبروغرام إجا بوقته وتركيزه، يعني الفوكس على energy innovation كتير كتير أثر بالكواليتي تبع البرودكتس اللي عم نشتغل عليها. طب يعني السؤال ما بعرف ده مرتبط أو لا، بس لأنه مثل ما قلت هذا بيخلق نوع من solidarity بقلب المجتمع، أنه أنا في مشكلة وأنا بدي لقيها، مش ضروري دايما يجي الحل من برا. يعني الدافع اللي عم يجوا يقدموا مشاريعهم، هل هو فقط دافع مادي أو دافع أنه بس أنه أنا creative وقادر أخلق product، أو كمان في هذا الدافع الاجتماعي أنه اليوم نحن بأزمة لازم نتعاضد، لازم نتساعد، ولازم نبتكر تنلاقي حلول نحن طالعة منا؟ لا، سؤالك كتير بمحله، لأنه المستثمر يلي بده يجي يحط مصاري بهالستارتاب بهالشركة ما, 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 ما فينا to underestimate قدي بهمه يعرف شو الحافز تبع الانتربرنور. وما في حافز أكبر من أنه أنا بلدي ما عندي كهرباء فقررت حل المشكل بإيدي. هيدا الشيء بحفز المستثمرين أنه يحطوا مصاري مع الشركات، لأنه بيعرفوا أنه هيدا الشخص عم بيعاني من وجع شخصيا هو وعم بحل هالمشكلة هو. هيدا الشيء كتير مهم للمستثمرين، لأنه بيعرفوا أنه عنده skin in the game هيدا الانتربرنور، هيدا شخص هو شخصيا متأثر بهالمشكلة ومشان هيك عنده الحافز أنه يحلها وصادق بالحافز تبعه. فبالعكس بيسأوا فيه، هذا عامل سأة أكبر. وقصة كتير حلوة كمان أنه أنا بهالبلد أنا قررت أخذ المبادرة، ما نطرت حدا يجي يساعدني. صحيح، وأعتقد أنه اليوم نحن يعني بالوضع اللي نحن فيه كل شخص يعني لازم يكون بهالنفسية الانتربرنور والإنوفيتور ليلاقي حلول للمشاكل اللي عم بيعاني فيها. الشغلة تانية كمان اللي حكينا فيها بهذا المشروع هي هالشراكة اللي عم تحكي فيها، أنه مش أنتو لوحدكم اشتغلتوا، وفي شراكة وتعاون مع الجامعات ومع الأليو اليوم تحديدا. فهيدا الشراكة كيف بتشوفها؟ يعني ليش مهمة ولوين ممكن توصل، وشو عم بتأمن بالإيكو سيستم تبع الانتربرنورز وإنوفيتورز؟ وكمان لأنه قلت كان قبل عنا مصرف لبنان اليوم عم تحول للجامعات. مزبوط. بهالبروغرام بالتحديد الحرم الجامعة تبع الاليو بجبال، إذا بدك لح يصير مثل معرض لهالمنتجات، وحنشوفها إن أبليكيشن، يعني هالمنتجات إن يوز. لأنه مثلا إذا اليو عندها سولر سيستم عم تعتمده هي، لح نركب الروبوتس اللي بينطفوا هول سولر سيستمز هونيك. في حدا مثلا عنده بيني سيستم بيركبه على السبيد بامب، لما تقطع سيارة فوق سبيد بامب عم بيجمع طاقة وبيصير يستعملها ليضوي الستريت لايتس. فهيدولي الشوكيسينج لهيدول البرودكتس أساسي لنستقطب شركات أكبر، إن كان مجال الطاقة أو بالتكنولوجيا، إنه يجوا وإذا بدك تكون إذا هالكامبس هيدا هو نقطة التقاء بين الستارتابس والشركات الكبيرة والمستثمرين بمعية الجامعة، لأنه الجامعة هي شريك بالنوليدج بالساينس. كل التستيك تبع البرودكتس عم بيصير بقلب الكامبس بمختبرات الجامعة، والجامعة نفسها هي اللي مدربة هيدول الرواد كمان. فلذلك هذا عامل ثقة كمان للزبائن، انه لا انا اذا جيت شفت انه الايو هي اول ادوبتر لهيدول البرودكتس، لا بتحمس اكتر اني انا كمان اشتريهم.
فهالشراكة هاي هالنقطة الالتقاء هي أساس بنجاح هذا البروغرام واللي هو عم تلعب دور أساسي فيه. حكينا بدور الناس المبتكرين، دور التعاون والشراكة مع الجامعات، بيبقى دور الحكومات. شو ممكن الحكومات اليوم تعمل وبالظرف اللي نحن عايشين فيه لدعم يعني إذا بدك أنه لتكفي تدعم الابتكار وريادة الأعمال وخاصة بهالظروف الجديدة؟ كل الإيكو سيستمز بالعالم بلشتهم الحكومات، بس الحكومات مطلوب منها تلعب دور الأساسي يلي هو تأمن الاستقرار، تأمن بيئة حاضنة للأعمال من خلال منظومة تشريعية عصرية بتشجع المستثمرين أنه يجوا ويستثمروا عنا، بتشجع الطاقات يبقوا. هون ما بس عم نحكي بيئة تشريع، كمان عم نحكي عن البيئة العامة خاصة بالتكنولوجيا. entrepreneurs ومثل ما قلت لك بالأول عليهم طلب بالعالم كله. هيدا شخص فيه يكون رح يعيش وين ما بده ويشتغل وين ما بده لأنه عنده هيدا السكيلز اللي قليل ما تلاقيها. فالحكومة مفروض تبني هيدا البيئة وتحفز العناصر هاي إنها تضل موجودة بهذا البلد. هذا المطلوب، نأمن هالمنصة هاي والقطاع الخاص بيأدي واجبه بسهولة ليبني إيكو سيستم أنتربرينوريال واعد. بس لوقت يكون قدر الحكومات تبتكر، شو ممكن ينعمل؟ يعني لأنه ما بدنا ننطر يعني الحكومات تاخد يمكن المبادرة أو أخذت المبادرة بوقت ما لازم تاخده واليوم مش قادرة تاخد المبادرة، ففي مين بده يكفي؟ فشو قادرين نعمل؟ على فكرة الجواب موجود، عم بيصير في سوق موازي صار بلبنان اسمه ريموت وركينج. في كتير شباب عم بيشتغلوا من لبنان ريموتلي لشركات عالمية، شركات ناشئة وخاصة بالسيرفيسز، لأنه السيرفيسز هيني تعمليها أونلاين منك بحاجة لكتير موارد، وخاصة بالتكنولوجيا، فاينانس، أدفرتايزينج، ماركتينج، كل هيدول هلأ في كتير شباب بلبنان بلشوا يشتغلوا ريموتلي لشركات برا. فنحن بنينا بروجرام برنامج اسمه ورك فورس، الفكرة منه تحضير الورك فورس اللبنانية إنها تكون جاهزة لتتوظف أو تاخد وظائف مع شركات برات لبنان، وتكون جاهزة يعني تكون عندها التنافسية إذا بدك. وهذا الشيء ما إنه بحاجة بقى، ما حننطر لحكومة ولا مبادرات، نحنا بنقدر ببساطة بس نبني هذا الورك فورس اللي أصلاً بالعالم كله اليوم ريموت وركينج صار ترند. يعني ما حدا ناطر اليوم، حتى نيويورك بتعاني من القدرة على استقطاب شباب لأنه العالم عم بتفضل إنه تقعد محلات تانية وتشتغل لشركات بيست بنيويورك بدون ما تكون موجود لأنه أرخص وأهين وبيشتغلوا فروم هوم، بيشتغلوا من البيت. فعم يتغير العالم وما مفروض نحن ننطر حكومة أو ننطر مبادرات كبيرة، فينا ناخد نحن المبادرة ونبلش. ولبنان عنده هيدا، عم نسيب عصفورين بحجر واحد لأنه لبنان عنده هاي الطاقة، عنده هيدا القطاع التعليمي والشباب يلي هو أكبر صادرة للبنان هو شو الشباب التالنت. فنحن منفضل إذا هيك إنه لما نخسرهم لا مندربهم ومنساعدهم إنه يشتغلوا من هون. يعني عم نحكي إنه الحكومة دائما بنحس إنه بتحاول، ولكن يمكن أوقات في العالم تسبق الحكومات لأنه بتتطور أسرع يمكن من القوانين والتشريعات. وكمان بذات الوقت يعني تننطر الحكومة أكيد أنه العالم عم تطور حالة تتلاقي حلول لمشاكلها. وبذات الوقت كمان يعني عم تحكي أنت عن الديجيتال وورلد وعم تحكي عن ريموت وركينج وفي بنى تحتية ناقصة، هذه البنى التحتية كيف فينا، هل هي موجودة وكيف فيها تتطور وتتوسع بلبنان تلحديت ما وقت الحكومات تلحق المواطنين أو العالم تكون يعني يكون العالم مش واقف حياتها؟ بتعرفي بلشنا الحديث بالأول عم نقول إنه الجامعات اليوم ورثت إذا بدك هذا الإيكو سيستم.
معظم الجامعات بلبنان اليوم عندها القدرة أن تأمن هالإنفراستركتشر هيدا بالوقت اللي بالبلد هيدا الإنفراستركتشر إما ضعيف أو غايب. فمشان هيك حتى نحن شدنا هذا الشيء بالأليو، منعرف بالأيو بي، كل الجامعات يو اس جي عندها اليوم خطة لتأمن طاقة، تأمن انترنت، وتأمن حوكمة للكامبس تبعها، يلي هو هذا الشيء عامل اطمئنان لحدا، لشركة عالمية ممكن تكونسيدر ان هي توظف حدا بلبنان اذا هالجامعات اذا بدك توسطت انه هي تأمن لهم هالانفايرمنت للموظفين تيقدروا يشتغلوا بدون اي انقطاع. وهيك عم بيصير حاليا، ونحن شفنا هذا الشيء من خلال هالبرنامج. يعني Energy Innovation Hub is an example of كيف فينا نحن نبني شركات او فرق عمل قادرة تشتغل بظل نوع من دعم من مؤسسة ريبيوتابل مثل الايو ايو بي يو اس جي. فهيدا هو الحل حاليا. اللي بدي اسألك اياه لإلك، يعني انه لو انت عطوك دور انه نادين بدك تروح وبدك تروح تخترع لنا لبنان الجديد ما بعد الانهيار، شو هو هذا اللبنان الجديد اللي ممكن يكون له دور بالعالم ويضلوا عم بينافس التطور اللي عم بيصير بالمنطقة وخارج المنطقة؟ لبنان أكتر من الجغرافيا تعيته، والخمسة مليون بلبنان، لبنان دياسبورا موزعة بالعالم، طاقات وقيادات نجحوا وخاصة بقطاع التكنولوجيا وبالتمويل بالاستثمار بالعالم، وهيدا برأيي أنا هو مستقبل اقتصاد لبنان. بس نحن نعرف نستثمر هالعلاقات مع الدياسبورا تبعنا ونبني ثقة معهم ونبني برامج عملية. نحن ما ضروري بس نشتغل مع اللبنانيين بقلب لبنان، فينا نشتغل مع اللبنانيين بكل العالم، وهيدا شيء منه مميز بس للبنان. إيرلندا عندها نفس الموديل، باكستان عندها نفس الموديل، الدول يلي مواطنينها بيروحوا بيعيشوا بكل دول العالم بتبني شبكات تواصل معها. وديجيتال ايكونوميز اليوم هي مترابطة بغض النظر عن الجغرافيا، ما في برودكت بنعرفه نحن اليوم بيبنى بس مطرح واحد. فلذلك أنا برأيي لبنان مستقبله هو هيدا النتورك العالمي، والقدرة على هالنتورك إنه يبني الطاقات، يمول ويربط اللبنانيين وين ما كانوا بالأسواق العالمية. إذا منقدر نحن نحقق هيدا الشيء بيكون كتير هين علينا أنه نأمن وظائف للبنانيين بلبنان، نستثمر باللبنانيين وين ما كانوا، ويكون عنا حصة بنمون عالميا مش بس بلبنان، واللي هو أفضل بكتير من أنه واحد يكون عنده حصة بشركة صغيرة ببلده، بس بيكون عنده حصة بشركة كتير أكبر عالميا. فمستقبل لبنان رقمي وفيرتشوال، ما ضروري يكون بس جغرافي. ديجيتال لبنان وفيرتشوال لبنان، وهذا اللي بيرجع لنا التنافسية ويرجع لبنان يكون تنافسي مع الآخرين. ايه، وبعتقد انه منه واقعي انه ننطر نحن انه اللبنانية حيرجعوا على لبنان. مزبوط لبنان بأزمة ومشان هيك فلوا اللبنانيين، بس كل دول العالم السكيلز التالنت عم ينقل من مطرح لمطرح، وهذا الشيء طبيعي. بس نحن بالعكس فينا نستثمر بهالانتشار، وهذا الشيء كتير بيسهل النمو والاقتصاد اللبناني. نديم زعزع، اهلا وسهلا فيك بانرجي اسبريسو. نحن انبسطنا بوجودك معنا اليوم، حكينا عن الابتكار وعن ريادة الأعمال، وحكينا عن مستقبل لبنان فيرتشوال ديجيتال، وهيدا منه شيء سلبي، بالعكس هيدا شيء إيجابي، وقد يكون مستقبل لبنان هنيك وتيرجع ينافس ويكون له دور بالعالم. شكرا لوجودك معنا، نحن كتير انبسطنا بالحديث بانرجي اسبريسو. ودائما نذكر انرجي اسبريسو هو اول بودكاست لليو ان دي بي بيعنا بمواضيع الطاقة المستدامة، ودائما بدي اذكر المستمعين والمشاهدين والمستمعات والمشاهدات انه يشتركوا بقنواتنا. شكرا لك. Thank you.